اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين المره دي النهارده معانا فيها جزء متخصص بالتحليل الفني لمباراه الترجي والاهلي يوم السبت القادم. عشان نعرف كل التفاصيل الفنيه هنطير الى تونس من خلال ترند اونلاين عبر السكايب مع النجم الكره التونسيه والمحلل الرياضي الكابتن حسام الحاج علي نجم الكره التونسيه. كابتن حسام برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك ومنورين ومرحبا بكل مشاهدين قناه الاهلي. يعيشك برشا. وفي البدايه وانا بسالك على رؤيتك لمباراه الذهاب من خلال متابعتك لكلا الفريقين الاهلي والترجي، الرؤيه لهذه المباراه وخاصه ان الاهلي حامل اللقب والترجي هو حامل البطوله في العامين الماضيين بالتاكيد عام 2018 و2019. شوف، هو اكيد كل متابعين الكره الافريقيه يعرفوا ان تقريبا هذا نهائي قبل الاوان. فريقين تقريبا من افضل الفرق الافريقيه في السنوات الاخيره، الاهلي بطل القاره الموسم الفارط، الترجي الرياضي بطل القاره في النسختين السابقتين، يعني فريقين صراحه في قمه التالق. فريقين يحبوا ياخذوا الشامبيونز ليج، الاهلي يحب ياخذ الشامبيونز ليج للمره الثانيه على التوالي، والترجي الرياضي يحب يستعيد اللقب. اكيد المباراه متوازنه، واللي يقول لك نقدر نتكهن بالفريق اللي سيتاهل صراحة صعب وصعب جدا، خاصة الفريقين في قمة العطاء نتاعهم، فريقين التحضيرات نتاعهم تقريبا متقاربة، الترجي الرياضي تقريبا من أكثر من أسبوعين الدوري متوقف ملعب ولا مباراة رسمية فقط مباراة ودية، الأهلي نفس الشيء من بعد كأس العالم للأندية تقريبا كل مبارياته مؤجلة وخذا وقت كافي أنه يحضر لهذه المباراة، لذلك نقدر نقولوا الفريقين داخلين حظوظ نوعا ما 50% 50%. لكن السؤال هنا، هل تقريبا ال 20 يوم راحة اللي اخذوها الفريقين هل ستكون في صالحهم ولا مش في صالحهم؟ لانه هذا سلاح ذو حدين. بعض المدربين يخيروا انه يكون هناك نسق، هناك مباريات احسن تحضير لمباراه بهذه القمه وبهذه القيمه هو انك تلعب مباريات، وهناك بعض المدربين يقول لك بعد الماراثون الكبير للمباريات الافضل ان ناخذ اسبوعين 20 يوم راحه، نعطي 4 5 أيام للاعبين راحة ثم نحضر اللاعبين لهذه المباراة. يعني الفريق اللي يكون استفاد أكثر من هذه فترة الراحة ممكن العامل البدني سيصنع الفرق. هل تتوقع أن ممكن الراحة السلبية لكلا الفريقين في الفترة الأخيرة ينعكس على المستوى الفني في لقاء الذهاب في رادس؟ شوف، هو إذا كان في فريق أخذ راحة والفريق لا ممكن نحكيه في الموضوع، لكن الشيء الايجابي ان الفريقين خذوا هذه الراحه السلبيه تقريبا بنفس القدر، تقريبا اكثر من اسبوعين راحه، وانا كنت من وجهه نظري انا كفني كنت نخير انه يكون هناك نسق اكثر، يكون هناك مباريات رسميه افضل من انك تلعب مباريات وديه، لكن شوف خبره الفريقين والامكانيات الفنيه الموجوده، فريقين صراحه مسيطرين على القاره السنوات الاخيره، اظن ان هذه المباراه مباراه مغايره تماما لكل المباريات. موضوع سيكون اكثر موضوع ذهني وموضوع تكتيكي، اتوقع ان بدنيا الفريقين سيكونوا جاهزين 100%، لكن الموضوع سيكون اكثر نفسي وتكتيكي من انه سيكون بدني. تمام، من خلال متابعتك لفريق الترجي التونسي كابتن حسام، عناصر القوه والضعف في هذا الفريق خاصه ان النسخه الحاليه الاعلام التونسي او الجماهير التونسيه بتصفها ان الترجي مش بنفس القوه اللي كان موجود فيها تحديدا عام 2018 و2019. شوف، كل متابعي الكرة التونسية يعرفوا أن نسخة 2018 و2019 كانت أفضل من الناحية الفنية. تمام. كذلك من الناحية البدنية. لما يكون عندك لاعبين بقيمة فرانكوم وكوليبالي اللي صراحة أفضل ثنائي دفاعي ممكن في القارة السنوات الأخيرة لما لعبوا مع بعض، ولما يكون عندك البدري في قمة تألقه على الجهة اليمنى والبليلي على الجهة اليسرى، أربعة لاعبين صنعوا الفارق بطريقة ممتازة جدا، إضافة إلى سعد بكير لكل ملعب سواء أساسي أو دخل وسط المباراة يصنع الفارق. اليوم الترجي الرياضي فقد كثير من قوته الهجومية، خاصة أنه البليلي غايب، صحيح عنده الهوني، لكن الهوني مدة طويلة كان غايب، إصابة تقريبا أكثر من 3 أشهر، مازال ما ساعدش الفورمة نتاعه من الناحية البدنية. البدري نفس الشيء، قبل عودته للترجي تقريبا سنه كامله في اتحاد جده ما لعبش، يعني نسق مباريات. غياب الخنيسي ممكن يكون مؤثر، لكن الفرق هذا الموسم عنده بالرمضان
لاعب ممتاز جدا، لاعب شاب يصنع الفارق تقريبا في كل المباريات. لكن جماهير الترجي تتمنى انه هذه الفتره الراحه اللي قضاها الترجي الرياضي تقريبا 20 يوم يكون معين الشعباني، واكيد هذا هو اللي يحصل، اشتغل بدنيا مع الهوني ومع البدري حتى يكونوا في التوب. لو يكون البدري والهوني في التوب مع بن رمضان، اظن ان الترجي الرياضي يصبح لن يكون اقل قوه من 2018 و2019 الا اذا كان البدري والهوني في التوب بتاعهم من الناحيه البدنيه. أكيد. كابتن حسام الحاج علي نجم الكرة التونسية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة وهذا التحليل الفني للقاء الذهاب بإذن الله يوم السبت القادم بين الترجي والأهلي. شكرا جزيلا لحضرتك. أخرج فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.